أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. من الرباط، انطلاق المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المعين مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الحاصلة على مقاعد بالبرلمان في أفق تشكيل الحكومة. ومن بجدور، نرصد انتظارات فئة الشباب التي تراهن على نتائج استحقاقات الثامن من شتنبر لتحقيق انتظاراتها. وعملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 تتواصل، واليوم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح 20 مليون ملقح. أهلا بكم. شرع السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين صباح اليوم الاثنين بالرباط في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء جمعه بالسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كما جمعت السيد أخنوش مشاورات مع الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد إدريس لشقر والأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد محمد العنصر والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد ساجد. التفاصيل في سياق الربورتاج التالي لمحمد الوهيبي. باشر رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع زعماء الأحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد في الانتخابات التشريعية. أول لقاء كان مع السيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حول إمكانية التحالف الحكومي. تبادلنا مجموعة من الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي وخلال العمل المستقبلي. تلقينا من السيد الرئيس إشارة جد إيجابية، سنعمل على استمرار هذا الحوار وسنحاول بناء تصور مشترك في المستقبل إذا وافق السيد الرئيس، وأننا الشعور لأن الأمور ستسير بالشكل الأفضل. فأشكر السيد الرئيس على إشارته الإيجابية وعلى مشاعره وأهنئه مرة أخرى وأتمنى له التوفيق. مشاورات مماثلة أجراها رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش مع السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال لتشكيل الحكومة المقبلة التي سيكون من بين أهدافها تنزيل النموذج التنموي الجديد. فكانت فرصة لنقاش حقيقي مبني على أولا الروح الوطنية ومبني كذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، محطة كذلك لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الإطار فكما تعلمون هذا العرض الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة سيتم مناقشته في إطار الدواليب التقريرية لحزب الاستقلال وأساسا المجلس الوطني للحزب. وبعد ظهر اليوم استقبل رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش السيد إدريس لشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تم عرض تصورات الطرفين لمجموعة من القضايا. كانت مناسبة لنؤكد للسيد رئيس الحكومة أن ما بذلناه معا، لا حزب التجمع الوطني الأحرار ولا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت التوجيهات الملكية السامية خدمة لهذا البلاد، نحن في الاتحاد الاشتراكي لازلنا مستعدين لبذله وللعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد لبلادنا.
لقاء رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد محن العنصر، أبدى خلاله الطرفان استعدادهما للتعاون لتحقيق تطلعات المواطنين المغاربة. أولا مجيئنا اليوم لهذا المقر وهو لتهنئة السيد رئيس الحكومة المعين على الثقة الذي حظي بها من طرف الشعب، أولا من طرف جلالة الملك، وكذلك لنستمع إليه لآرائه للطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتكوين الحكومة. وبطبيعة الحال أعطيناه كذلك وجهة نظرنا، وإن شاء الله المشاورات ستستمر، وما يكون صالحا للمغرب هو الأهم وهو الأساسي. وأنهى رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش مشاورات اليوم بلقاء مع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد ساجد، الذي أبدى استعداده للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة التي سيقبل عليها المغرب. احنا في هذا اللقاء الأخوي اللي كان عندنا مع السيد رئيس الحكومة برهنا على الاستعداد ديالنا باش نكونوا كذلك نساهموا في هذه المرحلة الفاصلة اللي احنا مقبلين عليها. انتظارات كبيرة في هذه الفترة، كان نهي واحد الفترة ديال الجائحة والانعكاسات ديالها، وغادي ندخلوا كذلك في واحد المرحلة جديدة على ضوء هذا النموذج التنموي الجديد اللي الهيئات السياسية كلها كتقاسم المبادئ الكبرى ديالو. ولا زال الوقت مبكرا للحديث عن عدد الحقائب الوزارية وكيفية توزيعها بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة، فهذه المشاورات عند نهايتها ستبين فقط ملامح الأحزاب التي ستشكل الحكومة والأحزاب التي ستختار المعارضة. أفرزت نتائج الانتخابات الثلاثية البرلمانية الجماعية والجهوية التي أجريت في 8 شتنبر تغيرات في حضور بعض الأحزاب وتراجع أخرى على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. المزيد في تقرير لغالي الجارحي. هو مشهد سياسي يتأرجح بين الاستمرارية والتغيير هنا في جهة العيون الساقية الحمراء. ثلاثة أحزاب تبسط سيطرتها على غالبية المقاعد الانتخابية محليا جهويا وبرلمانيا. أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة تناوبت فيما بينها على المراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات الثلاثية للثامن من شتنبر بهذه الجهة، مقابل تراجع كبير لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على مقعد واحد بالمجلس الجماعي للعيون ومقعد آخر بالمجلس الجماعي للسمارة، وفشل في دخول مجلس الجهة أو مجلس النواب انطلاقا من الجهة. أكبر الرابحين كان هو حزب التجمع الوطني للأحرار، فالحزب قلب حضوره المتواضع في الجهة إلى حضور مؤثر وبعدد مقاعد تمثيلية محترمة، لينتقل من 0 مقعد إلى 4 مقاعد عن الجهة في الانتخابات التشريعية، ومن 8 إلى 9 في مجلس الجهة، وقفز من 0 إلى 13 مقعدا بالمجلس البلدي لبوجدور. أما حزب الاستقلال فقد حافظ على تصدره للمشهد السياسي، حيث تصدر نتائج الجماعة الحضرية للسمارة والجماعة الحضرية للعيون والجماعة الحضرية لبوجدور، كما أيضا تصدر انتخابات مجلس الجهة. أما ثالثهم الأصالة والمعاصرة فتراجعت مقاعده في مجلس النواب عن الجهة من 4 إلى 2، انضاف لهما ثالث عن اللائحة الجهوية للنساء، لتصبح حصيلة البام من تشريعيات 2021 3 مقاعد برلمانية، في حين عزز الحزب حضوره في مجلس الجهة بعد أن رفع مقاعده من 5 إلى 7 مقاعد. حزب الأصالة والمعاصرة كان أكبر الرابحين على مستوى الانتخابات المحلية بجماعة العيون، إذ أصبح ممثلا داخل المجلس ب9 مقاعد، في حين لم يكن له أي مقعد في الولاية السابقة، مع تراجع واضح في بلدية سمارة من 8 مقاعد إلى 3 مقاعد. انتخابات 2021 منحت حزب الاتحاد الاشتراكي مقعدا في مجلس النواب عن طريق اللائحة الجهوية النسوية عن جهة العيون الساقية الحمراء، مع حضوره في مجلس الجهة ب3 مقاعد وفي المجلس البلدي للطرفاية
بثلاثة مقاعد أيضا، كما ضمن حضوره أيضا بالمجلس الجماعي للطرفاية. انتخابات 2021 منحت نساء الأقاليم الجنوبية 5 مقاعد برلمانية داخل الغرفة الأولى من خلال تصويت محلي وتمثيلية تتطلع لها النساء بأمان عريضة هنا في الصحراء المغربية. فئة الشباب بإقليم بوجدور تراهن على المحطة السياسية التي عرفتها بلادنا في 8 من شتنبر كموعد آخر لتحقيق جملة من الانتظارات وعلى رأسها تشغيل بريغينا العروسي ومحمد شارة. تتطلع فئة الشباب ببجدور بعد أدائها لحقها الدستوري في التصويت على ممثليها في المجالس المنتخبة وإفراز نخب بالجماعات الترابية وكذا بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء وممثلي الإقليم بمجلس النواب إلى الإسهام في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها، رهانات كبرى لشباب الإقليم بعد استحقاقات 8 شتنبر، خاصة وأن البرامج الحزبية خلال الحملات الدعائية التي تسبق عملية الاقتراع ركزت على متطلبات الشباب وتضمنت انشغالاتهم الأساسية، خاصة التشغيل الذي يبرز كمطلب رئيسي. انتظاراتنا من الممثلين التي فرزتهم صندوق الاقتراع في محطة 8 من شتنبر الدفاع عن مصالح الإقليم وجلب استثمارات خارجية، حل مشكل البطالة الذي يعاني منها العديد من الشباب أبناء الإقليم وحاملي الشواهد العليا، تجويد البنيات التحتية، وكما نتطلع منهم المساهمة الفعالة في النموذج التنموي الجديد. احنا كشباب تبنوا من هاد المنتخبين اللي كانوا عطونا الوعود أثناء الحملة الانتخابية أنهم يوفوا بالوعود ديالهم، وخصوصا في قضية التشغيل وفي قضية يعني التنمية اللي كيعرفها الإقليم، أنهم يكونوا في يعني عند حسن تطلع الساكنة، وأنهم يتكلموا على الساكنة في البرلمان، يعني المنتخبين اللي نجحوا في البرلمان يتكلموا على الساكنة. أمال وطموحات كثيرة تراهن عليها فئة الشباب التي لم تخلف الموعد في 8 شتنبر وحضرت بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها، لكنها تريد أيضا أن يكون الفائزون بهذه الانتخابات في مستوى هذا الإقبال. ومن قابلنا من الشباب يعبرون عن انتظارات كبرى تشمل كافة المجالات، انتظارات تهم بالأساس التشغيل، التعليم، الصحة والبنيات التحتية، وتراهن عليها فئة الشباب لتجاوز التحديات الراهنة. واللي حقيقة شهدنا على أنه كان إقبال كبير من طرف الشباب من أجل إداء صوتهم أداء الواجب الوطني على مستوى الإقليمي، على واحد النسبة اللي هي جد مشرفة وجد مهمة، وكانت نسبة الشباب فيها الحمد لله كبيرة. هذا يدل على شيء، على أنه الشباب يرغب على أنه تكون هناك مجموعة من الأمور اللي كانت في البرامج اللي مطروحة في إطار الحملات الانتخابية. نتمنى على أنه كيف نحن كناخبين أدينا الواجب الوطني وأدينا اللي علينا من ناحية الواجب اللي علينا، نتمنى كذلك على أنه الناس اللي كانت حظات بالتوفيق في هذا الأمر، نتمنى إن شاء الله على أن كذلك توفي بوعدها. إحنا الناس اللي فضاية إعاقة، وكان نتمنى من هذا المنتخب اللي نشحوا ديرونا تغيير ويعطوا شوية لهاد الناس اللي فضاية إعاقة، طم شوية من المستحقات اللي كيستحقوهم حيت كنستحقوه. عندنا بزاف ديال الحقوق اللي مخرجنا دستور المغرب. انتظارات إذا يبقى تحقيقها مرهون بتنزيل البرامج الحزبية على أرض الواقع والترافع بالمجالس المنتخبة والعمل على تحويل تطلعات المنطقة إلى واقع ملموس، خاصة وأن الإقليم يتوق إلى المزيد من الأوراش التنموية من أجل إعطائه المكانة اللائقة به لينضاف إلى مصافي المدن الكبرى. في تعليقه على استحقاقات 8 من شتنبر ونسبة المشاركة العالية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، أكد المحلل السياسي والحقوقي الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو أن ما شهدته الأقاليم الجنوبية من مشاركة قياسية يؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه هذه الربوع في مقابل معاناة مستمرة ومصادرة لأبسط الحقوق تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف. En Marruecos acaban de celebrar unas elecciones democráticas, ha sido una fiesta de la democracia
en la que la inmensa mayoría de los saharauis autóctonos que viven ya en su tierra, en el Sahara, han podido dejar claro la postura de apoyo a la reunificación territorial de Marruecos y a su reunificación como pueblo dentro del Gran Reino de Marruecos. Es una fiesta democrática que ha dejado al descubierto la otra parte, la parte de los saharauis autóctonos que en estos momentos siguen retenidos en los campos de Tinduf, muy lejos de cualquier participación democrática, muy lejos de, mientras que los saharauis en el Sahara pueden ir al colegio y los niños jugar al baloncesto, al fútbol, allí los niños son utilizados para el entrenamiento militar y terrorista. Mientras en el Sahara pueden disponer de vacunas, de sanidad, en los campamentos en estos momentos ni vacunas ni sanidad. Mientras que en el Sahara los saharauis viven en paz, en progreso, con unas inversiones de primer orden en infraestructura, en sanidad, en educación y en creación de puestos de trabajo, en prosperidad y en calidad de vida, los otros saharauis, estos que están retenidos en los campamentos, ni progreso, ni sanidad, ni colegio, ni puestos de trabajo, ni futuro, nada. En este momento podemos concluir que la diferencia entre los saharauis que viven en sus casas, en paz, en progreso, en el Sahara, en el Ayun, en Dakhla, en Smara, viven una vida como seres humanos, y los que están aún retenidos contra su voluntad en los campamentos al sur de Argelia, viven en la más oscura de las noches, alejado de cualquier esperanza, alejado de cualquier futuro. Es por eso que es tan importante que a la vista de esta evidencia sigamos luchando para que vuelvan a casa, para esa reunificación saharaui y para esa reunificación nacional para siempre. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم الاثنين بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثته مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد السيد يان كوبيش على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه في عدة جوانب من الملف الليبي، وذلك بغي سينجاح انتخابات المرتقبة يوم 24 دجنبر المقبل. وفي هذا الصدد جدد التأكيد على استعداد المغرب للعمل بالتنسيق مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للوصول بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان، والتي تعد أولا وقبل كل شيء مسؤولية ليبية. المزيد في هذا التقرير. إشادة وتنويه بجهود المملكة المغربية لدعم الحوار والمسارات السياسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار بليبيا، هذا ما جاء على لسان المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. I would like to express my gratitude to you and to your good country. أود أن أعرب عن امتناني وشكري لكم ولبلدكم العظيم الذي يعد شريكا أساسيا ومهما إلى جانب المنتظم الدولي لدعم المسارات السياسية لحل الأزمة الليبية وتعزيز فرص الاستقرار والتعاون وصيانة وحدة وسيادة ليبيا. من جانبه أكد ناصر بوريطة أن المغرب ما فتئ يعمل على فتح مساحة للليبيين للحوار ودعم الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، حل يمر عبر الانتخابات التي يجب أن تكون في موعدها المحدد. أحد الركائز الموقف المغربي من الأزمة في ليبيا كما حددتها رؤية جلالة الملك محمد السادس هي دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة في ليبيا، وما يقوم به المغرب هو دعم دور الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. لهذا وبتعليمات من جلالة الملك كان دائما هناك حرص على التواصل معكم.
للإشارة، فالمغرب احتضن 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها كانت في يناير الماضي، توصلت خلالها إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية. وفي مستجدات الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 و 4451 حالة شفاء و 72 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 20,154,375 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 16,667,989 شخصا. وبلغت الحالات المسجلة بجهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات، وبجهة إقليميم وذنون 8 حالات، وبجهة الداخل وادي الذهب 11 حالة. وعلاقة بنفس الموضوع، تتواصل بجهة الداخل وادي الذهب عملية التلقيح ضد كوفيد 19 للفئة العمرية ما بين 12 و 17 سنة. العملية تهدف إلى تأمين الشروط الضرورية لانطلاق الدخول المدرسي 2021-2022 في ظروف صحية مناسبة تمكن فعليا من العودة إلى نمط الدراسة بشكل حضوري عادي وتأمين استمراره بسلاسة وفي أفضل الشروط. في المتابعة بكر ديمي ومحمد يداس. تندرج عملية تلقيح تلميذات وتلاميذ الفئات العمرية 12 إلى 17 سنة ضمن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف وزارة الصحة، تماشيا مع تنزيلات التوجيهات الملكية السامية والهادفة إلى توفير كافة الظروف لحماية المجتمع من الجائحة وتأمين تعافيه التام وعودته إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، كما تهدف إلى تأمين الشروط الضرورية لانطلاق الدخول المدرسي 2021-2022 في ظروف صحية مناسبة تمكن فعليا من العودة إلى نمط الدراسة الحضوري بشكل عادي وتأمين استمراره بسلاسة وفي أفضل الشروط. من هذا المنبر ندعو جميع الأمهات والأباء وأولياء الأمور إلى مرافقة أولادهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية أو مركز للتلقيح القريب من مقر سكنهم المخصص لهذا الغرض من أجل الاستفادة من اللقاح، وكذلك نهيب بهم الانخراط بكثافة في هذه العملية الهامة التي تمكن من حماية الأطفال والتلاميذ ومخالطهم من الإصابة بالعدوى الفيروس. كما نعلم أصبح يصيب الشباب والصغار بكثرة، وكذلك ضمان متابعة دراستهم حضوريا وفي ظروف آمنة. هذا والإشارة، فقد بلغت نسبة التلقيح إلى حدود هذا الأسبوع ما نسبته حوالي 10% تقريبا من إجمالي عدد التلاميذ، وهي نسبة تستوجب التعبئة العامة واستنهاض الهمم والتحسيس والتوعية بأهمية هذه العملية. اليوم جيت باش ندير الجلبة، وكنقول كاع الناس يجوا يديروا الجلبة قبل من الموعد ديال 1 أكتوبر اللي هو القراية، ويجوا المراكز اللي بين 12 و17 عام باش نقدروا نديروا كامل تعليم حضوري. اليوم جيت ندير اول جرعه ديال اللقاح حيت بغيت نقرا حضوري، وكنطالب جميع التلاميذ باش يجيو يستافدوا من هذه العمليه، وحيت التعليم عن بعد ماشي يعني احسن، التعليم الحضوري احسن من عن بعد يعني اسهل. وجدير بالذكر ان هذه العمليه تستهدف حوالي 10,125 تلميذ وتلميذة على امتداد خارطة جهة الداخل وادي الذهب، حيث عبأت لها اللجنة المحدثة دعما لوجستيكيا وتقنيا كبيرا من أجل إنجاح هذه العملية مع المساهمة وانخراط كل الشركاء في عملية التحسيس والتوعية.
ربورتاج النشرة من شاطئ طرفايا وغير بعيدين عن المعلمة التاريخية كسمار، فنان تشكيلي أحب فن الرسم منذ طفولته ووصل في درب الفن والرسم يشق طريق النجاح، لكن قصته مع رمال شاطئ طرفايا تحمل الكثير من الإبداع عبر لوحات شاطئية متميزة. المزيد مع الغالية الكوارة وتراد البوساتي. على بعد أمطار من معلمة طرفاية التاريخية كسمار، يحول علي سالم شاطئ المدينة إلى مرسم يمارس فيه عمله الفني كرسام على الرمال. منذ ما يقارب 5 سنوات بدأ الفنان علي سالم ممارسة هذا الفن على شاطئ طرفاية ليحول مساحات كبيرة منه إلى لوحات فنية مختلفة وبأداة واحدة غالباً. جاتني فكرة نهار هون جيت وجبرت البحر سارح واستعملت يعني ما توفر عندي من العود ومن الخيوط إلى آخره، واستطعت يعني نكون واحد الرسمة اللي هي راقت الجميع. قلت أنا لما لا نستمر في هذا الفن، خصوصا أنه يعني مزاول في مناطق عدة من العالم. هو أحد أبناء طرفايا لم يثنه عمله قيطار بمندوبية السامية للتخطيط بمدينة العيون عن ممارسة هواية الرسم لديها بل وتطويرها على الرمال. يبدع الفنان علي سالم في رسم لوحات عملاقة على شاطئ مدينة طرفايا، لوحات تتنوع بين رسومات هندسية أو أخرى خاصة بالزخرفة النباتية وأخرى لأشكال ثلاثية الأبعاد. بالنسبة للأشكال اللي نعدل هنا تياها خالقة تتراوح بين ثلاث أنواع خالقة الرسوم الهندسية اللي لا بد لها من واحد القاعدة تعد شوي هندسية، يعني الإنسان يعد يعرف علم التثليث المثلثات تريغونومتري إلى آخره، خاصة يعد عنده حسابات هندسية دقيقة ياك ما غلط لأنه مساحة شاسعة وتطلب منه عنه يعد حساباته دقيقة. هذا نوع. خالق نوع ثاني اللي هو الزخرفة النباتية اللي تعتمد بالخصوص على التوريد وعلى التفريع إلى آخره وإنتاج أشكال هندسية أشكال بطلة نباتية اللي تعود رائقة. بالنسبة للنوع الثالث والأخير هو النوع اللي نقاله لطروات دي أو ثلاثي الأبعاد. على مرسمه الخاص يتوجب على الفنان علي سالم مراعاة فترتي المد والجزر، لأن لوحاته تتخذ حجما كبيرا في هاتين الفترتين من الشهر. رسم عشرات اللوحات الرملية وجمهوره هم المصطافون عموما وسكان مدينة طرفاية الذين يتابعون عمله الفني ويلتقطون صورا له ويتناقلونها عبر مواقع التواصل قبل أن تلتهمها الأمواج. ياسم الأسئلة عيات تجيني في مواقع التواصل إلى آخرين، الناس يسولوا يقولوا علاه يندار هذا المجهود الكبير في لوحات شاسعة بتقنية عالية ربما فنية وبجودة، علاه الإنسان يعدلهم وفتالي اللي يجي موجة واحدة ويجي خارطة ذا كامل. أنا ما ننسى على البحر مالي راه قدم لي واحد الخدمة ثانية، أنه النهار الثاني النهار الموالي يوجد لي صفحة جديدة اللي يمكن لي مولي نتخيل رسم جديد ونديره مع ذاك الرسم اللي البارحة راه مشى عند الناس في بورتابلاتهم بروفايلاتهم فتصوروا فيهم واحتفظوا بهم كذكريات. يعتبر الفنان علي سالم لوحاته رسالة إبداع، وإن كان مصيرها الزوال بين الأمواج لكنه يرمو من خلالها التحسيس بموقع مدينة طرفاية الساحلية وبرمالها وشاطئها وبضرورة الحفاظ على ذلك كله لكي تظل أرضا للإبداع ومنارة للسياح. والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بقراءة في جديد الصحف مع غالي الجرحي. مستهل قراءتنا في جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية، وكتبت تتواصل الإشارات الإيجابية من جانب المسؤولين الإسبانيين بخصوص مستقبل العلاقات مع المغرب من الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب. آخر الإشارات جاءت من وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس الذي قال إن نهج الهدوء والحكمة الدبلوماسية في تدبير الأزمة مع المغرب بدأ يؤهل ثماره في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. ويعتبر ألباريس في مقابلة صحفية مع جريدة البايس أن تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد لم يعد مجرد أمل وإنما بات واقعا تعززه عدة مؤشرات وعلى رأس الخطاب الملكي، ورد رئيس الحكومة الإسبانية المرحب بهذا الخطاب. وذكرت الأحداث المغربية بأن وزير الخارجية الإسباني أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير نحو تحقيق علاقات يسودها الاحترام والثقة والمصالح
المصالح المتبادلة. وأبرز المسؤول الحكومي أن الهدف اليوم هو بناء علاقة جديدة على أسس متينة. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن علاقات المملكة مع الدول الإفريقية لم تنقطع أبدا قبل عودتها للاتحاد الإفريقي، لكن هذه العودة مكنتها من تعزيز هذه العلاقات بشكل غير مسبوق. وذكر الوزير بوريطة في حوار خاص به صحيفة ذا ستار إحدى أكبر الصحف في جنوب إفريقيا ونشرته في عددها اليوم الاثنين، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عززت التزامه تجاه إفريقيا وترجمته إلى المستوى متعدد الأطراف، علما أنه خلال هذه الفترة وقع المغرب ما يقارب 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية. وأوضح الوزير أنه منذ هذه العودة قدم المغرب مساهمة حاسمة في جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، وقام بدور نشط للغاية في المسار الحاسم لإصلاح الاتحاد الإفريقي. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تكليف جلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الإفريقي للهجرة، مضيفا أن جلالته قدم الأجندة الإفريقية حول الهجرة والتي تبنها الاتحاد، علما أن العاصمة الرباط صارت تحتضن الآن المرصد الإفريقي للهجرة. صحيفة بيان اليوم كتبت في عدد الصدر يوم غد كما هي العادة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ استرجاع أقاليمنا الجنوبية، تميزت انتخابات 8 شتنبر الجاري بنسبة مشاركة مرتفعة لساكنة الصحراء المغربية، حيث بلغت هذه النسبة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية 58.30% على مستوى جهة الدخل وادي الذهب و 63.76% على مستوى جهة قليم موادنون، فيما بلغت هذه النسبة 66.94% على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. هذه النسب المرتفعة هي بمثابة رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر، وهي دليل قاطع على أن المشاركة المكثفة للمواطنين المغاربة بالأقاليم الجنوبية للمملكة هي بالضرورة مشاركة في عملية صنع القرار السياسي المحلي والوطني، وهي أيضا تجسيد للقدرة على ممارسة السيادة الوطنية على امتداد التراب الوطني، إما عبر عنه المواطنون المغاربة بالأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال مشاركتهم المكثفة في استحقاقات 8 شتنبر الجاري، هو شكل من أشكال تقرير المصير، وهو تجسيد لذلك الانتماء الطوعي للوطن، وهو أيضا تأكيد متجدد على أن الممارسة الديمقراطية هي الكفيلة بهزم كل الطروحات التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة. صحيفة إسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية، اعتبر الدكتور محمد بن طلحة الدكالي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش أن نسبة المشاركة المرتفعة في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت يوم 8 شتنبر الجاري على مستوى الأقاليم الجنوبية توضح بجلاء تشبث ساكنة هذه الأقاليم بالوحدة الوطنية. وأبرز الباحث الجامعي في مقال له أن هذه الاستحقاقات مغايرة تماما لنظيرتها في الجزائر، لا سيما في منطقة القبائل التي عرفت مقاطعة واسعة خلال تنظيم الانتخابات في يونيو الماضي. ورأى أستاذ العلاقات في مقاطعة الانتخابات من طرف القبائليين رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر أن كرة الثلج أوشكت على التصدع والتشظي. وأضاف الأستاذ الجامعية، نجدد أن المشاركة السياسية ترتبط بمفهوم التنشئة السياسية التي هي عبارة عن مجموعة من الأنماط الاجتماعية التي تمكن الفرد من التوافق السلوكي مع المجتمع، إنها بمثابة الدافع الأساسي للفرد لدخول الحياة السياسية في مجتمعه وإحساسه بالانتماء إلى الوطن. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد الأحمد الحمين عن سن 94 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء فيلالة. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الشيخ العلي والبوسيف عن سن تناهز 90 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد ليم وأولاد الخليقة، وهو أحد رجالات المقاومة أعضاء جيش التحرير. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم هباب الحسين والمحمد عن سن تناهز 83 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء رقيبات البويهات. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الوالي والمحمد السباعي عن سن تناهز 81 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة زرقيين. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد يحظيه والحم والأمين والعثمان عن سن تناهز 78 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة زرقيين. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سعيد والبالخير عن سن تناهز 63 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بعشرة. تغمد الله جميعا بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل الختام إليكم التوقعات الجوية المنتظرة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المنتظر أن تظهر كتل ضبابية فوق سواحل الجنوبية إلى الصباح، فيما ستكون الأجواء صافية لقليلة السحب على العموم.
فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 27 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بسيدي إفني، 32 درجة بكليميم، 31 درجة بطنطان، 35 درجة بكل من أسا وزاك وبكرة، 27 درجة بطرفاية، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بسمارة، و 27 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 36 درجة بقلت الزمور، 37 درجة بمطريقة، 27 درجة بالداخلة، 40 درجة بأوسرد، و 30 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهات الأطلسية، سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنطان وبجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و 40 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و 55 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 40 درجة بنواذيبو، زويرات والربوني، 44 درجة بنواكشوط، 42 درجة بأطار، 39 درجة بكيهيتي، 35 درجة بباماكو، 46 درجة بتوداني، و 38 درجة بتندوف. والآن نبقى مع تذكير بالعناوين. من الرباط، انطلاق المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المعين مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الحاصلة على مقاعد بالبرلمان في أفق تشكيل الحكومة. ومن بجدور، رصدنا انتظارات فئة الشباب التي تراهن على نتائج استحقاقات الثامن شتنبر لتحقيق انتظاراتها. وعملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19 تتواصل، واليوم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى 20 مليون ملقح. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.